ولكن الرئيس بوتين قد عرض على الرئيس التركي التواصل مع النظام السوري، لكن أضاف الرئيس كشف الرئيس أردوغان بأن التعاون موجود الآن على مستوى المخابرات، مخابرات البلدين. طيب، هل هذا بالفعل سيساعد في حفظ الأمن التركي بالنسبة للعملية العسكرية التركية؟ يعني إذا لم يكن هناك حتى اللحظة ضوء أخضر أو يعني قرار روسي بأنها تسمح بالعملية الشمالية السورية أو الموافقة الروسية حتى الآن، هل بالفعل العملية غير واضحة المعالم حاليا بالنسبة لتركيا؟ هي الآن غير قادرة على شن هذه العملية، هل بالفعل ذلك؟ أم أن بالفعل تركيا اليوم هي قادرة على خرق كل ما يجري الآن، وإذا كانت روسيا توافق أو من عدم ذلك أو حتى أمريكا فهي ذاهبة للعملية العسكرية؟ يا سيدي، بالنظر إلى تاريخ تركيا منذ في تاريخها تسمع لكل الآراء ولكل المقترحات، ولكن لا تفعل إلا ما تراه مفيدا لمصلحتها. ولا ننسى أن روسيا لا تستطيع الضغط كثيرا على تركيا، لأن تركيا هي المتنفس الوحيد لروسيا عالميا بعد العقوبات الغربية عليها بسبب حربها على أوكرانيا. ليس من مصلحة روسيا بطبيعة الحال أن تجعل تركيا أكثر قربا من المجتمع من العواصم الغربية ضدها، وبالتالي أيضا روسيا لديها حساباتها الدقيقة في تعاملها مع تركيا. ليست وحدها تركيا من تقوم بحسابات خاصة ومعقدة. روسيا في 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 نفس الخانة تحاول أن لا تزعج تركيا، ولكن في نفس الوقت لا تريد أن تقوم تركيا بعملية عسكرية. ولكن الميدان لتركيا، الجغرافيا لتركيا، القانون الدولي في صف تركيا، وعندما تستنفذ تركيا الحلول الدبلوماسية، الآن تركيا تضع الكرة في ملعب روسيا ومن خلفه النظام السوري فيما يتعلق بأولئك الإرهابيين. إذا ما استنفذت تركيا هذه الوسائل فإننا في لحظة ما قد نرى هذه العملية العسكرية قد بدأت.